بقى لنا شيء بسيط بالمحاضرة، يعني كل بكتيريا نحكي عليها شوية. الجنرال كاركتر كاركترستكس أو الكاركترز، الميوكويد جروث تكون يعني شكلها شكل المخاطي، تلاحظون هذا الشكل. لارج بولي ساكارايد كبسولر تكون محاطة بكبسول البكتيريا، مو هذا الكبسول اللي جاي أشر عليه، وإنما الكبسول تنشاف بالمجهر. هذا الشكل العياني الجروس فيو لنمو المستعمرات على الطبق على المكونكي. فلاك اوف موتاليتي، ما بها فلاجيلا، and they usually give positive test results for lysine, decarboxylase and citrate. تعطينا positive test results، المن positive test لللايسين ديكاربوكسيليز هذا الانزيم والستريت، تعطينا بوزيتيف تيست لهذني الانزيمات. الكليبسيلا نيمونيا، هذا النوع من الكليبسيلا از بريزنت ان ذا ريسبيراتوري تراكت، من اسمه نيمونيا، موجوده بالريسبيراتوري تراكت، اند فيسز اوف اباوت 5% اوف نورمال انديفيدجوالز، ات مي كوز بكتيريال نيمونياز، تسبب ذات الرئة البكتيرية. الكليبسيلا نيمونيا كان بروديوس اكستنسيف هيموراجيك نيكروتايزنج كونسوليديشن اوف ذا لانج، فتصير بؤر من الكونسوليديشن من الاماكن المتصلدة، يصير بها كالسيفيكيشن، يحيطها الجهاز المناعي فد مجموعة من الخلايا الماكروفيج، وإذا قضى عليها تتحول إلى نسيج ميت. شايفين الجزء اللي يموت داخل نسيج، مو الجسم يحيطه بسكار تيشيو، نسيج ندبة، فهذا إذا صار داخل الرئة تصير مناطق من التكلس يسموها الكونسوليديشن اوف ذا لانج. هذه نشوفها اللي يدخنون، اللي يتعرضون إلى غبار من المعامل الطابوق او دخان السجائر او عوادم السيارات، هاي اللي يعيشون ببيئه مو نظيفه، وهذه يكون الرئه مالتهم بها area of consolidation، تصير calcification، مناطق من الكالسيفيكيشن وندب تكون موجوده داخل الرئه، تمثل خلايا ماتت او صار بها نكروسز في مرحله معينه من مراحل حياه هذا النسيج، فتصير hemorrhagic necrotizing consolidation of the lung. سببها الكليبسيلا نيمونيا. It produces urinary tract infection and bacteremia with focal lesions in debilitated patients. بالpatients اللي يكونون في حالة ضعف وفي حالة وهن، مثل ما قلنا أيضا إذا هي الكليبسيلا نيمونيا تعتبر opportunistic بكتيريا، تسبب لنا ذات الرئة النيمونيا، تسبب الهيموراجيك necrotizing consolidation باللانك، وتسبب لنا اليورينري تراكت انفكشن، وتسبب لنا البكتيريميا، يعني وجود البكتيريا بالدم السبسس. واضح يعني؟ الانتيروباكتر بكتيريا هذا النوع من البكتيريا، جنرال كاركترز فرمنت لاكتوز، تخمر مخمره لللاكتوز، هي معظمها مخمره لللاكتوز، اكو نن لاكتوز فرمنتر. ما كونتين كابسولز، may contain يعني قد تحتوي على كبسول، that produce mucoid colonies motile، ايضا mucoid colonies motile متحركه يعني عندها فلاجله. These organisms cause a broad range of hospital acquired infections such as pneumonia, urinary tract infection and wound and device infections. هذه نسميها nosocomial infections. Nosocomial infections هي الانفكشنز اللي تكتسب عن طريق المستشفيات. هاي البكتيريا عادة تنتقل من المستشفى، يعني عدوى تنتقل عن طريق ردهات المستشفى، والهذي أكثر شيء تنتقل، تشمل النيمونيا واليورينري تراكت انفكشن، وممكن تسبب ووند انفكشن والديفايس انفكشن. شنو الديفايس انفكشن؟ يعني أي ديفايس ممكن ينزرع بداخل جسمك بسبب تداخل جراحي او غيره، ويكون ملوث بهذا النوع من البكتيريا،
ممكن يسبب لك بكتيريميا وانفكشن. يبدي من هذا الديفايس وينتقل إلى الأنسجة المجاورة داخل جسم الإنسان ويسبب المشاكل اللي تعرفوها. النوع الآخر هي السراشية. سراشية مارسيسنس. سراشية مارسيسنس is a common opportunistic pathogen in hospitalized patients. أيضا السراشية مارسيسنس is often multiply resistant to aminoglycosides and penicillin. هذه الانتيبيوتكس تكون مقاومة، هاي السراشية مقاومة لهذه الأنواع من الانتيبيوتك الأمينوغلايكوسايدز والبنسلينز. Infections can be treated with third generation cephalosporin، يعني الكلافوران، السيفوتاكزيم والسيفترايكزون. البروتياس. البروتياس البروتياس species produce infections in humans only when the bacteria leave the intestinal tract. إذا كبروتياس إذا كانت بالانتستينال تراكت ما تسبب مشكلة، إذا غادرت الانتستينال تراكت راح تسبب لنا شنو؟ تسبب انفكشن. They are found in urinary tract infections and produce bacteremia. إذا وين وجدت؟ باليورينري تراكت انفكشن، ممكن تسبب بكتيريميا. نيمونيا and focal lesions أيضا ممكن تسبب نيمونيا أو focal lesions in debilitated patients، المرضى اللي هم ضعاف، يعني ضعفاء كبار السن صغار بالعمر او عندهم وهن مناعي او ضعف مناعي، or those receiving contaminated intravenous infusions او اللي ياخذون intravenous infusion يكون ملوث بهذه البكتيريا. زين السلايد الاخير، السيدوموناس ميرابيلس cause urinary، هسه نجي هاي البروتياس، نجي على البروتياس ميرابلس، عفوا انا قلت سيدوموناس. البروتياس ميرابلس cause urinary tract infections and occasionally other infections. البروتياس vulgaris also important nosocomial pathogens. بروتياس species produce ureas resulting in urease enzyme اللي هذا resulting in rapid hydrolysis of urea with liberation of ammonia. Thus in urinary tract infections with the proteus species the urine becomes alkaline promoting stone formation. بسبب قدرة هذه البكتيريا على إنتاج إنزيم اليوريز، هذا اليوريز راح يعني يفيد البكتيريا في تحليل اليوريا وتحويلها الى رابيد هيدروليسيس اوف يوريا، تحليل ما يسوي لليوريا طبعا لصالح البكتيريا، البكتيريا تستفاد من اليوريا تحللها مائيا حتى تحرر الامونيا وتنتج مواد تفيدها، مواد كيميائيه تنفع البكتيريا. هذه الامونيا تحول اليورين الى قاعدي، والقاعديه اللي موجوده باليورين تعتبر بيئه خصبه لتكون الستون اليورينري، يعني الستون اللي يصير بالكليه او بالحالب سببها هي هاي القاعديه اللي تسببها البكتيريا، ولذلك ضروري الالتهابات اذا ما يعني خاصه الفيميلز بهيك اعمار والمرض خاصه انه تراقب نفسها، اي التهاب يصير عندها تعالجه يكون بسرعه، ولانه اذا ما تعالج بسرعه ممكن يؤدي لنا الى حصوه بالكليه، وكذلك الميل يعني مو معصومين من هذا الموضوع، ممكن ايضا يصابون بكثره، لكن الاكثر يصابون الفيميل للسبب اللي عرفناه. فالنوع الاخر هي السيتروباكتر. Citrobacter species can cause urinary tract infections and sepsis principally among debilitated hospitalized patients. يعني أيضا nosocomial infection. هسه إلى هنا ننتهي، يعني خلصنا محاضرتنا لهذا اليوم.
الانتيروبكترياسي طبعا هي لها مجموعة واسعة من البكتيريا، فأكو كم وحدة ناخذها على المحاضرة القادمة إن شاء الله، ما لحق كلها اليوم نعطيها لكم. عندكم سؤال عن هذني الأنواع اللي تكلمنا عنهن؟ كل وحدة باختصار شنو الشيء اللي تسوي الضروري، ولا الحكي عليهن كوما. ها شباب؟ لا أستاذ واضحة. زين، نرجع بس نتناقش بموضوعنا اللي حكيناه بداية المحاضرة، أنه البكتيريا. هسه يمكن يعني وضحنا كثيرا يعني من خلال المفاهيم اللي أخذناها بالمحاضرة، أنه الإجابة الصحيحة هو اللي قالوها إسراء قاسم ومنار عبد الستار وأم البنين، هي انه الاوبورتونستيك او يعني كمايكروبايوتا ما ممكن ان تتحول الى نوع اخر، يعني هي ما ممكن تصير مرضيه سواء نزلت المناعه او ما نزلت، لان هي البكتيريا ما تتغير، سلوكها ما يتغير، ممكن ان يتغير بها صفه، يتغير بها شيء بسيط، لكن هذا ما يحولها الى باثوجينيك الا في شرط واحد، اذا تغير مكانها. من يتغير مكانها؟ يعني انا اشيلها من الامعاء اوديها للدماغ، طبعا تسبب التهاب. زين؟ تسبب لنا التهاب وتسبب لنا مشكله، يعني ما معصومه من انه تسبب مشكله اذا حطيناها بغير مكان، لان ممكن تستخدم يعني تستخدم الجينوم مالتها او تستخدم التقنيات اللي عندها لاستحداث فيريلنس فاكتورز جديده ما كانت تملكها، تتكيف وممكن تكون ممرضه في هذا المكان الجديد، واذا طلعتها من الامعاء خليتها على جرح يعني ما سبب لي التهاب، ممكن تسبب التهاب بالجرح وتسبب انفكشن بالسكن. وضحت الصوره يا شباب؟ اذا الميكروبايوتا ما ممكن تصير opportunistic في مكانها، يعني هي ما دامت بالامعاء هي مو اوبورتونستيك حتى لو تهبط المناعه. يعني هسه ذولا مرضى الايدز اللي يصير عندهم ايدز، ايش قد تهبط؟ يعني التي سيل مالتهم توصل الى اقل من 200، لكن الميكروبايوتا تبقى تؤدي دورها بامعائهم وتصير عندهم مشاكل، مو ما تصير بس بسبب ضعف الجهاز المناعي، وما يعني مو سببها الميكروبايوتا. مايكروبايوتا ما نقدر نذب اللائمة عليها لأن هي سيستم مفيد من السيستمز اللي تنفع الجسم وتؤدي دورها، ودورها ضروري جدا يعني لسلامة الجهاز المناعي، يعني الجهاز المناعي صحته وسلامته من ناحية يعني نحكي على اللوكال اميونيتي، يعني المناعة الموضعية في بطانة الأمعاء، هذا الاي جي اي ودوره وافرازه في هذا المكان جدا ضروري بوجود الميكروبايوتا، وهي ما تصير اوبورتونستيك الا اذا انتقلت مكانيا من الامعاء الى مكان اخر. وضحت الصوره؟ تمام يا شباب؟ تمام. اذا